اتكلم شويه في تصريحات بنسو موسيماني اللي عامله قلبانه. هل هي فهمت غلط؟ انا اعتقد انه لم يكن يقصد. انا اعتقد، انا ما عنديش يقين، لكن انا على فكره حاولت اجيب بنسو موسيماني على التليفون، فريق الاعداد تواصل معاه، لكنه الحقيقه في الاول رد عليهم، بس الكلام ده من 3 4 ايام يعني عشان اكون امين، ثم يمكن مشغول بعقده مع نادي الوحدة الإماراتي. هقول لك هو قال إيه بالظبط. قال لك سان داونز كان علي عدم السماح للأهلي بالعودة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. هنا ده اللي يهم الأهلوية أو الجماهير المصرية الواعية أو الأهلوية المحبة لناديها، يعني لأنه موسيماني له درويش كتير جدا، ناس كتيرة جدا بتحبه لأنه عمل تاريخ مع النادي الأهلي. فالناس قالت الله، يعني هو كان بيقصد إنه سان داونز يخسر قدام الهلال في السودان؟ بس هو رجع في نفس التصريح قال لك انه الناس عملوا المطلوب منهم في السودان امام الهلال يعني. فالناس ما فهمتش التصريح قوي بتاع بيتسو موسيماني، وانا منهم، بس انا دايما بفترض حسن النيه في التصريحات، خاصه الراجل تربطه علاقه جيده جدا بجماهير النادي الاهلي يعني. انا بتمنى من بيتسو انه بيطلع يوضح، وده امر مطلوب وده امر لمصلحته، يطلع في اي التصريحات دي عبر صحيفه ساندي وورلد اهي، دي تصريحات بيتسو موسيماني اللي قال بدلي. بس انا عايز اسال مستر بيتسو، انا خلاص انا بفترض حسن النيه، لكن عايز اساله واسال غيره. طيب نفترض الاهلي كان خرج، نفترض يعني، وهذا الحمد لله لم يحدث ولن يحدث في المستقبل بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الأهلي عطل سان داونز في إيه؟ والأهلي ما خرجش سان داونز، بالعكس سان داونز تأهل في صدارة المجموعة، لعب مش فاكر مع مين وكسبه، وبعدين لعب في نصف النهائي كسب مع شباب بلوزداد الجزائري، كسبه ذهابا وإيابا، ثم مع الوداد تعادل في الوداد بدون أهداف، وتعادل في ملعبه 2-2 وبقاعدة الهدف بهدفين، إن خرج فريق سان داونز من البطولة وتأهل الوداد وفاز الأهلي في المباراة النهائية. إيه هو بقى اللي الأهلي عمله لسان داونز؟ ما عملوش حاجة، صح ولا أنا غلطان؟ صح، ما عملوش حاجة خالص يعني. الأهلي لم يقترب من سان داونز في المباريات الأخيرة، فأنا ما فهمتش الحقيقة التصريح، عشان بس أنا برضو هفضل أفترض حسن النية إلى أن يظهر مستر بيتسو موسيماني ويوضح هذا التصريح إن كان يقصده أو ما هو المقصود منه. وتاني أقدر أقول لك بقلب مطمئن يعني إنه بيتسو موسيماني لا يمكن أن يكون يقصد إنه الأهلي كان يخرج من البطولة، تصوري كده يعني، ده تصوري يعني أو قناعاتي الشخصية، لكنه ظهوره هيبقى مهم جدا. أنا أتكلم قال لك إن سان داونز محتاج النضج والخبرة للفوز باللقب الإفريقي، انتوا عارفين هو اللقب الوحيد اللي فاز بيه كان مع موسيماني، وكان فاز على الزمالك 3 في جنوب إفريقيا، وانتهت المباراة اللي هنا بين 1-0 للزمالك يا جماعة، صححولي لو أنا مش متأكد يعني. وكان الأهلي أيضا خسر أمام بيتسو أو سان داونز مع بيتسو موسيماني بخماسية، فله يعني صولات وجولات مع الفرق المصرية. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. تصريحات بيتسو موسيماني ما هي دايما بتثير الجدل. الراجل من ساعه ما كان في مصر وبعد ما صعد مع اهل جده الى الدوري السعودي، هو ترك اهل جده وهو بيشارك المرحله القادمه بالنسبه لاهل جده والدوري السعودي، وهو الان على عرش الكره الاماراتيه في الوحدة الإماراتي على حد قول الكابتن أحمد شوبير. بيتسو موسيماني دايما بيتسو موسيماني بيصير الجدل في تصريحاته، وبيتسو موسيماني بيقول لك على سان داونز أنه كان يطيح بالنادي الأهلي. طبعا كل القصة كلها الموضوع بقى بيشيلوش الليلة، إحنا هنا في القاهرة الزمالكاوية بيشيلوا الليلة الأطهر الطائر هو سبب خروج أو سبب عودة النادي الأهلي إلى بطولة أفريقيا، لكن بيتسو موسيماني صدر التصريح إلى سان داونز فريق الجنوب أفريقي. هو الكابتن أحمد شوبير برضو قال زود من الشعر بيت، قال لك الأهلي ماله مع سان داونز
بعد دور المجموعات. المباراة بتاع دور المجموعات سان داونز عرفنا اللي حصل، ان سان داونز طلع اول وكسب الاهلي بخماسيه وتعادل معاه هنا. طب الاثنين صعدوا، مال الاهلي ومال سان داونز؟ كل واحد خد طريقه في الصعود الى النهائي، وسان داونز باع الوهم لنفسه. هو ده اللي انا بقول لك عليه، ان سان داونز باع الوهم لنفسه لان ذكائه خانه، وافتكر ان بعد خماسيه النادي الاهلي ورباعيه شباب بلوزداد في قلب العاصمه الجزائريه، تصور الاعلام الجنوب افريقي في البافانا بافانا ان سان داونز رسميا هو بطل دوري ابطال افريقيا. ولو كان سان داونز كان عدى من الوداد الأمة في المباراتين اللي هو اتعادلوا فيها ذهاب وعودة واتعادلوا 2-2، ودي كانت سبب صعود الوداد إلى النهائي. الوداد لو كان قبل الأهلي في النهائي كان هيتغلب. لعيبة وخبرة سان داونز مش هي اللعيبة اللي تكسب الفرقة 5 وتيجي تاني، لأن زي ما قلت لك في أول حلقة هما باعوا الوهم نفسهم، هما خدوا البطولة ولسه البطولة شغالة. فهو ده كان هيبقى حلهم في نهائي مع النادي الأهلي. لسه قايل لك إن مارسيل كولر هو مدرب بيتعامل باللقطة بلقطتها. الراجل ما تفرحش إلا لما الفرح يجي، ما تزعلش إلا لما الزعل يجي، خد كل حاجة على مسارها الطبيعي. هو ده مارسيل كولر واللي بيعمله مارسيل كولر، علشان كده ناجح بفعل فاعل، علشان كده مارسيل كولر بيدير النادي الأهلي بخبرة. يقصد ايه بيتسو موسيماني؟ هل هو بيلعب الكرة المصرية والساحة المصرية وبيقول انا موجود في الوحدة الاماراتي، مع احترامي للدوري الاماراتي دوري مش قوي في المنطقة، الدوري المصري اقوى بكتير، وبيتسو موسيماني عمل شعبية قوية جدا في الدوري المصري. بتلمح تمسك حاجة، بتلمح على ايه يا بيتسو يا موسيماني؟ الايام اللي جاية هتعرف هنعرف فيها بيتسو موسيماني يقصد ايه من تصريح شديد اللهجة يبدو انه غضب جمهور الاهلي. يا رب العالمين.